هاد المرفق هو جاء في إطار استراتيجية ديال المديرية العامة للأمن الوطني لتحديد المرافق ديالها. إذن هاد المختبر تم الإحداث ديالو 8600 متر، لأنه كسبنا واحد 4 فوا لا سوبرفيسي اللي كنا خدامين فيها. جا باش يواكب التطور اللي العالمي على الصعيد التقني والعلمي، جا باش يواكب ولا كي سو كونفورم المواصفات الدولية ديال المختبر، حيت تحدثنا واحد دو ولا صوبنا واحد لي دو سال بلونش كي سون ستيريل. تم اقتناء مجموعة ديال الآليات اللي هي جد متطورة وحديثة، كاين منها اللي تم استحداث ديالها، يعني كانت عندنا قبل ولكن تم الاستحداث ديالها بلاكيزيسيون ديال دي نوفيل باز دو دوني كي تري امبورطون، وكاين اللي فيها دي تكنولوجي جد متطورة يلاه اللي تم كيتم دابا استعمالها. مثلا الا هضرت لكم على هاد لا ماشين، رحنا ثالث بلد عربي بعد قطر والامارات اللي عندهم هاد الاليه، واللي تيمكن لها تحدد لوريجين ايثنوجيوغرافيك، تيمكن لها تحدد الهويه ديال الشخص دون لو كادر ديال ليدونتيفيكاسيون ديال لي كاداف، وكيمكن لها تحدد بعض الملامح ديال الشخص سواء دون لو كادر ديال لا لوت كونت لا كريمناليتي او لا دون لو كادر ديال ليدونتيفيكاسيون اومين دون لو كادر ديال لي ديكوفيرت دو كاداف ولا دي ريست اومان. هذا شرف كبير، وحنا فخورين بالزياره ديال المديريه العامه للامن الوطني، وحنا كنقولوا بان هذا المختبر هو مفخره للمغرب بحكم الاليات اللي تضعوا فيه، بحكم لا فاسون باش تبنى، بحكم لي زيكزيجونس اللي تم لا كونفورميتي او تم التوازن معها. وهذا غيجعلنا اننا نخدموا بيان سور افيك ابنيغاسيون، وهذا كيجعلنا نتمنوا واحد المكتسب اللي هو الايزو 17025 بحكم اننا لابوغاتوار اكريديتي سولون لا نورم ايزو 17025. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.